حياكم الله جميعا. الموضوع اللي أنا أتكسل دائما أني أتكلم عنه صراحة اللي هو تركيب الحنفية للبار والرينزر وتغذية البار بشكل كامل، سواء حنفية فقط أو أنك توصلها على الماكينة دايركت. كل اللي تحتاجه هو أنت في حاجة إلى فلوجت، هذا شيء ثابت لازم يكون عندك فلوجت عشان تقدر تضخ الموية. في أنواع تكون نفس فكرة اللي عندي، يسحب عصايتين أو ليين، مدري كيف أقوله صراحة. وفي الأكثر المشهور يكون لي واحد فقط، جرك الواحد يكفيك. أيضا راح تحتاج معها خزان أو الأكيوموليتر، أعتقد اسمه زي كذا، ماني متأكد، يكون أصغر من كذا ويكون يتعبى بالهواء، ولكن مشاكله كثير، مرات ينسم الهواء اللي فيه، تضطر تفكه تروح تنفخ في البنشري، ولا معيار هواء ثابت في بار ثابت تعبيه، مرات يزيد تحاول تنقص ينقص عليك أكثر من اللازم، مشاكله كثير. فأنا دائما أوجه اللي بيسوي تغذية للبار عنده يأخذ خزان، نفس الخزانات هذه. طبعا الخزانات هذه تكون نفس حقت مياه نقي اللي يعرفها، بليات صغيرة، قيمته قرابة، أنا شريتها تقريبا 115-120 في الرينج هذا. طبعا حصل لي في مشكلة أيضا راح أتكلم عنها. المضخة لها معي أكثر من سنة، ما شاء الله تبارك الرحمن ما خربت أبدا، اللي هي من شركة ميبرو، شريتها من متجر أعتقد خرابيط ما خاب ظني، هم اللي عندهم اللي فيه لين، فضلت على اللي طويل، وأنا عندي مساحة تشيل. بخصوص الجيك اللي في الخلف، هذا حق تصريف الماكينة، ما ينفع تحط فيه شيء غير الموية والقهوة السوداء. حطيت حليب راح تعبك بالريحة، لكن موية وقهوة سوداء عادية ما راح يكون فيه أي روائح، حتى لو تلاحظون مكشوف ومرتاح جدا لي كذا من يوم شريت الماكينة، يعني لي أكثر من سنة وأنا حاطه كذا ومرتاح مرة وما يتعبى إلا نادر، لأني أنا ما أنزل موية كثير من هنا، فمن هالناحية أنا مرتاح مرة. توصيل الليات تتعلم عليه، ما هو بهاك الصعب، مديك تقص اللي وكلها بالكبس أساسا، يعني الجهة هذه تكون بالكبس، تضغط اللي هنا راح يدخل معاك، يكون في زي الطق يطق شوي، إذا إنه طق معاك يعني معناته إن الأمور تمام. وأيضا في الفك تضغط الشفة اللي طالعة هذه، تسحب اللي ويطلع معاك تمام. التسريب مستحيل يكون فيه أي تسريب. فتوصل من المضخة على الخزان، ومن الخزان تقدر تطلع الليات اللي أنت تحتاجها. أنا حاليا استغنيت عن التغذية المباشرة للماكينة لأن حصل لي مشكلة في الخزان، ف قاعد معي قرابة سنة وشيء، بعدها صار يطلع فيه طعم ما بكويس، فرغت الموية، عبيت موية ثانية ورجعت فرغتها ورجعت عبيتها مرة ثالثة، ما راح الطعم منه أبدا للأسف. فأنا أحتاج أني أغير الخزان، قاعد معي قرابة سنة، تكلفة 100 ريال أو 120 ريال شراء الخزان، أشوف أنه ما قصر سنة، ما قصر. فحاليا أنا مقفل الخزان زي ما أنتم لاحظين، مقفل معبى موية ولكني ما عاد أحتاجه، فراح أستغني عنه، ولكن أنا قد موصل فيه ليات فقلت أقفله وخليه مكانه. لما نجي أعبي حاليا أقدر أفتح وأعبي، وراح تشتغل المضخة معي مع كل تعبية، راح يكون العمد عليها تماما، عكس لما يكون عندك خزان لا تقدر تعبي الخزان وتطفي المضخة وترتاح معك، وراح تعطيك عمر أكثر، عكس استخدامي لها حاليا بدون خزان ما يمدين استخدمها للمكينة. هذا أولا راح يكون في تفاوت في ضغط الماء، فما ينفع أبدا للاستخلاصات، زائد ان لما تعبي الغلايه نفترض 600 ملي 500 مل راح تقعد شغاله طول الوقت هذا عشان تعبي، فما هو جيد لها، خصوصا الغلايات اللي عندنا او معليش المضخات اللي عندنا في السوق مين مجهزه مثل الاستخدام هذا، هي فقط تعبي الخزان، ونفس الخزان هذا يكون فيه ضغط 3 بار تقريبا، فهو كافي جدا انه يوصل للماكينه ويوصل لحنفيتك بكل راحة، راح يكون ضخ الماء قوي جدا. بخصوص الرينزر أنا عندي سويت له تغذية خاصة الحال زي ما تشوفون، أيضا فيه مضخة ثانية وفيه جرك الموية يسحب منه. المضخة هذه لي واحد فقط زي ما ذكرت لكم قبل، إن هذه أكثر نوع منتشر عندنا، وأنا صراحة ما أفضلها أبدا على ميبرو. ميبرو صراحة ضخها أقوى متواصل، هنا لما يمتلي الخزان الداخلي تبدأ بالقوة تعبي، تشتغل تطفي تشتغل تطفي، فوارد حرقها صراحة بسهولة، أنا أعتذر صراحة مكان مرتب أبدا. فوصلت من المضخة على الخزان، الخزان أمتلى حاليا، ومن الخزان طلعت لي وصلتها على الرينزر زي ما تشوفون بهذا الشكل يكون،
وأيضا في الليل في الخلف، هذا أخذ من المضخة اللي هناك اللي هي موية نظيفة. هذه الموية مي صالحة للشرب، فأنا أخليها للغسيل بالرينزر. وأيضا الجهة الثانية يكون فيه تصريف في جك في الخلف، ما تحط فيه حليب أبدا، فقط موية وقهوة سوداء، غير كذا راح يسبب لك روائح وتعبك في البر. طبعا الحنفيات فيه أنواع كثير، أنا فضلت الشكل هذا، حسيته مرتب وصراحة ما يسوي زحمة على البار أبدا. من الأسفل يكون بهذا الشكل، الحنفية تكون بهذا الشكل، يطلع منها ماسورة صغيرة زي ما هو واضح، الصغيرة هذه تركب فيها اللي فقط. يعني تختلف عن حقة المطابخ اختلاف كامل، لما تشتريها تأكد أنها تتوصل. وغالب المحلات يعرفونها بحنفيات نقي، مثلا تقول حنفية نقي راح يعرفون أنها اللي بهذا الشكل عشان تركب فيها اللي وانت مرتاح. هذه الليات الموضوع غير مكلف بشكل كبير، اللي قد يكون مكلف شوي اللي هي المضخات، ولكن هذه شريتها 200 وشي وهذه كانت ب 400، ففي فرق، خصوصا اني شريتها قبل لا تتوفر في السوق بشكل كبير. حاليا صارت المواقع توفرها كاملة، وهذه موجودة في وتر 250 تقريبا او في الرينج هذا، ما هي مثل السعر اللي كانت عليه زمان، فإنه ما كان في توفر كبير، زائد ان هذه تجي لي يعني. فالأمر بسيط، بس لازم تحفظون على الليات هذه، إذا انقطع اللي ما في قطع غيار أبدا، تحتاج أنك تشتري مضخة ثانية. أنا ودي أسمعكم الصوت حاليا بما أني ماني قاعد أستخدم خزان، فمع التشغيل ما في شيء يضخ الموية إلا المضخة. شايفين؟ أول ما تفتح راح يطلع معك الصوت، لأنه ما في خزان معبى. لو الخزان معبى يكون فيه زي البالون في الأسفل ينضغط بسبب الموية اللي تيجي من المضخة، وتقفل المضخة يكون عندك ضغط موجود هنا، فأول ما تفك من هناك راح يطلع معك الماء بضخ قوي نفس اللي قبل شوي وأقوى بعد، ألين يفضى الخزان. ولكن حاليا الخزان عندي خربان، أنا ما أدري وش اللي جاء، فنستغني عنه تماما، وهذا غلط، لازم أخذ خزان ثاني، لكن ما فيني حيل صراحة. طيب محمد، ما كان لداعي انك تاخذ فلوج ثاني عشان توصل للريزر، كان يمديك تمد لي من هنا وتحطه هنا، صح كان يمديني، ولكن الموية اللي انا احطها هنا موية نوفا، فحرام اني اغسل بها صراحة. فهنا عبي موية عادية، موية غسيل غير صالحة للشرب ابدا، فغسل بها اللي انا ابي. وضخ الريزر قوي صراحة، انا ما ودي اضغط الحين ويفلم فينا. هذا ايضا من وتر، والحنفية هذه شريتها ب90 من السويد للسباكة، حصلتها عندهم في الموقع 90 ريال، فقلت أسرع لي. طيب هل تنصح يا محمد؟ إيه صراحة أنا أنصح، أنا ارتحت. قبل كان عندي المضخة اللي موجودة في نون وفي أمازون تنطرح على البار وتوصلها بلي في الجك، شكلها ما كان جميل، زيد على ذلك أنها كانت متعبة وبطيئة جدا، فهذه سهلت علي صراحة، ثابتة هنا مع الرينزر حقها، نفترض أنها قطرت مويه وصبت مويه عادي، عندي هنا الرينزر على التصريف، اموري مرتاح جدا. ف في البدايه راح تتعب وانت توصل، ولكن بعدها ترتاح. يعني هو فقط التمديد اللي قد يكون صعب شوي اول ما تاخذ المضخه، توزن الليات، تبدا تقطع، تشبك هنا، تحط هنا، تحرص انك تعب الخزان، تحرص انك توصل الليل للماكينه بدون ما يدخل الماكينه هواء، زي الامور هذه، بس بعدها راح ترتاح تماما. اذا الموضوع عندك حنفيه فقط فانت مرتاح، وانا ما انصح انك تركب حنفيه بدون رينزر، ركبهم كلهم سوا عشان حتى الشكل يكون زي ما انتم شايفين متناسق ومريح للعين. يعني بلاش انك تحط فجاه ماسوره طالعه كذا وطاوله فاضيه قدامها، ما راح يكون منظر جميل على البار ابدا، خصوصا لو البار حقك انت تعبان عليه ومفصله بنفسك، فما لها داعي، تكلف شوي حط رينزر. الرينزر كان 200 وشيء ايضا من وتر، كثير ذمة، ولكن تقدر تغير الفرار هذا، ينفك من الاسفل وله قطع ثانية افضل من جودة هذا بكثير، ولكن هذا له اكثر من سنة وما عمره علق معي الا مرة واحدة، وما كان هاك التعليق، يعني تأخر شوي لما انضغطت ورفعت الكوب، تأخر شوي انه يطلع من المكان حقه اللي هو بالشكل هذا. عندي موية هنا بهذا الشكل، المرات لما ترفع يدك يبقى معلق في الداخل، فسامعين الصوت هذا لما نقول لكم تعلق شوي، فبطريقة ذي سهل انها تحترق صراحة. ف
فأنا أطفيها بما أني أستخدم خزان. الخزان هذا أيضا خربان، أخذته من واحد من الشباب، فعشان كذا خليت الموية غسيل، طعم الموية فيه ما هو كويس. فعشان كذا أنت تحتاج خزانك يكون نظيف دايم، وبين وقت ووقت تشيك على طعم الموية. أنت راح تذوق الموية وتعرف أساسا يكون فيها طعم زي طعم الحديد. فهذا الأمر بكل بساطة، وأي سؤال أنا موجود. عشان توضح الصورة، حاليا الخزان هذا مليان وفيه ضغط. أي خزان بهذا الشكل يكون فيه بالون في الأسفل، النص اللي تحت هذا يكون بالون ينضغط مع تعبية الماء فيكون فيه ضغط، فأول ما يلقى مكان إنه يطلع موية راح تطلع الموية. فزي ما أنتم شايفين طفيتها، هذه هي طافية، نجي نضغط في ضخ موية قوي. فأشوف لكم كوب قزازة أزين يكون أوضح. طيب عندنا هالسيرفر، شوفوا ضخ الماء، شايفين يعني في ضخ قوي. زي ما قلت يمديك بعد فترة تغير القطعة، هذه تكون أفضل، في لها قطع كثير وجودتها أعلى من هذه بكثير، ولكن أنا مكتفي تماما، ما أحتاج أني أغيرها، مي مقصرة معي وضخها مرة كويس، وما عمرها علقت إلا مرة تعليق أو تأخير، ما أقدر أقول إنه تعليق حتى.